أطعمة دائما نأكلها ولا نعرف أصلها وكيف يتم تجهيزها. أهلا بكم يا شباب، هل فكرتم يوما من أين يأتي هذا الطعام الذي نأكله وكيف يتم تصنيعه ليصبح بهذه الصورة التي أمامنا؟ عادة ما نعرفه عن هذه الأطعمة هو الأكل فقط، ولا نعلم كيف يصنع أو كيف يأتي إلينا. في هذه المرة سوف نرى من أين يأتي الطعام الذي نأكله. هيا بنا نرى ذلك سويا، ولكن قبل المتابعة لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم كل ما هو جديد من قناة غذي ذهنك. بذور عباد الشمس، بالتأكيد قد جربتم من قبل أن تأكلوا هذه الحبوب أثناء مشاهدة التلفاز أو الشعور بالملل، أليس كذلك؟ فهل تعرفون كيف يتم طبخ هذه الحبوب لتصل إلينا بهذا الطعم الرائع وتصبح صالحة للأكل؟ لكي تعرفوا ذلك يجب عليكم مشاهدة ذلك. في الواقع هذه الحبوب تؤخذ من زهرة عباد الشمس، وطريقة جني هذه الحبوب لأول وهلة تظن أنها صعبة، ولكن الأمر سهل. يتم جمع هذه الثمار، وبعد ذلك نقوم بتفكيك هذه الحبوب من زهرة عباد الشمس، وبعد ذلك يتم تحضير بعض المستلزمات الأخرى مثل الماء والقرفة وأعواد البصل والكرفس، وبعد ذلك يتم وضع هذه الحبوب في المياه ويتم تجفيفها، وبعد ذلك يتم وضع التوابل والأشياء التي تم تحضيرها من قبل مع هذه الحبوب ويتم تحميصها لمدة ساعتين، وبعد ذلك تكون قد نضجت وأصبحت جاهزة للأكل. في الواقع طريقة إعدادها سهلة يا شباب، وتستطيع أن تصنعوها بأنفسكم. الكافيار، كلكم سمع من قبل عن الكافيار، أليس كذلك؟ فما هو الكافيار؟ الكافيار هو عبارة عن بيض نوع من السمك المهدد بالانقراض، وهذا الذي يجعل سعر بيضه غال جدا. الكافيار قديما كان يعد أحد الأطعمة الخاصة بالملوك والأمراء، فعادة أحد وجبات الكافيار يمكن أن يصل سعرها إلى 70 دولارا أمريكي. في الحقيقة هذا النوع من البيض لن يجعلكم تشعرون بالشبع. شينشاو، الشينشاو أحد الأطعمة الصينية، والتي يضاف إليها جوز الهند والسكر الأحمر والثلج، وبعدها تصبح أحد الأطعمة اللذيذة جدا. ولكن هل علمتم من قبل من أين يصنع الشينشاو هذا؟ الشينشاو وفقا للغة الصينية هو أحد الأطعمة الناتجة عن نقع بعض الأوراق النباتية، والتي تشتمل على نسبة عالية من الكربوهيدرات. يتم نقع هذه الأعشاب وعصرها جيدا حتى تخرج كل ألوانها في ماء دافئ، وتتم هذه العملية لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك يتم تصفية هذه الأعشاب حتى لا يبقى أي بقايا من هذه الأعشاب، وبعد ذلك يترك لعدة ساعات حتى يمسك هكذا ويصبح سميكا ويتم تقديمه بعد ذلك. وسابي، حتى نستمتع بطعم السوشي يجب أن يكون بجانبه الوسابي يا شباب، فالوسابي يعطي للسوشي طعما ورائحة جميلة جدا، ويعطي طعما حارا للسوشي. ولكن كيف يتم عمل الوسابي؟ الوسابي هو نوع نباتات ياباني ذو جذر أخضر سميك، طعمه مثل الفجل ويستخدم في الطهي، ويتم زراعته في ماء كثيرة كالأنهار الصغيرة والترع، وكذلك يتم زراعته في المناطق الجبلية في اليابان، وطريقة طهيه ليست صعبة، فقط يتم تنظيفه جيدا وبعد ذلك يتم فرمه هكذا، وبعد ذلك يصبح جاهزا للأكل. في اليابان ليس فقط يستخدم الوسابي للسوشي فقط، ولكن يدخل في أشياء كثيرة كأطعمة التسالي والعصائر والمثلجات، وحتى إنه يوجد شوكولاتة كيتكات بطعم الوسابي. فكيف يكون طعمها؟ هل منكم من تذوقها؟ كولان كالين، هذا الطعام يرجع أصله إلى بولندا، ويتم استخراج هذا الطعام من شجر النخيل، فيتم جني ثمار شجر النخيل وهي ما زالت خضراء، ويتم غليها تحت حرارة عالية حتى يتم تقشيرها بسهولة، وبعد ذلك يتم فتحها بالسكين ولكن بحذر، وبعد أن تصبح جزئين يتم أخذ الحبوب البيضاء التي بداخلها ويتم نزعها واحدة واحدة، وبعد ذلك يتم الطرق عليها لكي تصبح بيضاوية الشكل، ويتم بعد ذلك غسلها ووضعها في ماء لمدة يومين إلى 3 أيام، وذلك حتى تبدو نظيفة تماما، وعندما يتغير لونها من الأبيض الفاتح إلى الأبيض الغامق تصبح جاهزة للأكل. أي من الأطعمة هذه لم تعرفوا أصلها وكيف تم تجهيزها؟ أخبرونا بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم.
شكرا لكم للمشاهدة، أراكم كالعادة في الفيديو القادم، إلى اللقاء أيها الرائعون.